كافة ميادين سباق الهجن العربية الأصيلة. انطلق قبل قليل شوط الكأس الخاص بالمحليات الأصايل وسن الإذاع لأصحاب السمو والشيوخ مشاهدين الأعزاء، حيث يحضر في هذا الشوط عواصيف لهجن العاصفة النايفة أيضا وزوبعة ومذيار والجحيدية والدوحة لهجن الشحانية، سياسة الرايدة وطر الوسمية لهجن الرئاسة، شعارات كبيرة وقديرة مشاهدين الأعزاء. ونتجه مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وكأس الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، المقدمة مع عواصيف حاملة شعار هجن العاصفة والذي خطف الكأس المفتوح مشاهدين الأعزاء قبل قليل على ظهر عوايد، على ظهر عوايد اللي قدمها الواثق خير تقديم في هذا المهرجان. هذه مشاهدين الكرام عواصيف مضمرها أيضا السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الجتبي وهو واثق المضمرين. الدور دور هجن الرئاسة القادمة بشموخها بكبريائها بجبروتها المحاضرة بقوة في المركز الثاني، وهي وطر لهجن الرئاسة العملاقة، الهجن الحساسة الكبيرة بتاريخها بشعارها الذي لا تغيب عنه الشمس. وطر مضمرة سيد مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي، نقلة على المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء دور الرايدة تعود ملكيتها لهجن الرئاسة، مضمرها السيد علي بن ميل الوهيبة. يا سلام يا سلام. المركز الرابع قادمة الرئاسة بهجنها وبشعارها مشاهدينا الكرام على ظهر السياسة، حيث يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري حاضرا بهذا الشعار في هذا الكأس في هذه المشاركة. هجن الشحانية نختم بها الإذاعة للمراكز الخمسة الأولى ونداءنا الأول، حيث تتواجد مذيار لهجن الشحانية الضيفة القادمة من دولة قطر. هجن الإنجازات، هجن التاريخ، هجن الرموز والسيوف. يا سلام. يضمرها السيد سالم بن فاران المري، هذا أيضا يا لا يعني أن هذا الشوط يقف عند خمس أسماء فقط، وإنما هناك أسماء سبق أن ذكرتها مشاهدين الأعزاء سبق، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط. الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام. تبادل في المراكز منتصف مسافة هذا الشوط الستة كيلومترات والجائزة الكأس والمبلغ الكبير للمضمرين وخبراء التضمير، الناموس، الزعفران، الكاميرات، المحطات، وفي الدرجة الأولى الناموس. الناموس رياضة شريفة غفيرة قديرة محبوبة لدى حكام الخليج حفظهم الله، حيث أنها وصلت القمة وستبقى في القمة بمشيئة الله كما هو الآن معلوم ومشهود. يا سلام. مقدمة الشوط بين عملاقين بين قطبين من الشعارات، الرئاسة وكبريائها والعاصفة وإنجازاتها. يا سلام يا سلام. عواصيف عواصيف في المركز الأول تعود ملكيتها الهجن العاصفة، يقدمها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تبحث عن كأس الشيخ مكتوم بن راشد المحبوب لقلوبنا. اللهم اسكنه الجنان يا رحمن، اللهم أحسن مثواه وطيب ثراه، اسمه غالي اسمه غالي. يا سلام. ولكن الرئاسة قادمة بقوة، الرئاسة لا تأبى مشاهدينا الكرام إلا الهزيمة. وطر 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 وطر. الله. وطرها ذهبي دائما بشعارها الأحمر الخطير، شعار 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 يذكرنا باسم غالي مشاهدينا الكرام، يذكرنا بشهجن حفظت وحملت هذا الشعار الشيخ زايد طيب الله ثراه، الآن الشيخ خليفة حفظه الله وعافاه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث الزوبعة قادمة من المراكز الأخرى بداية في المركز الثالث لهجن العاصفة، المضمر سيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ورابع المراكز ضيفتنا من ميدان الشحانية من ميدان التحدي، حيث حافظ هذا الشعار على رموز غالية هناك،
يأتي للمشاركة باحثا عن الرموز خارج البلاد في بلده الثاني في أشقاء ولقاء الأشقاء والأخوان. المركز الثالث اللي هي مذيار لهجر الرابع مذيار لهجر الشحانية يقدم السيد سالم فاران المري يا سلام. المركز الخامس اللي هي الرايدة لهجر الرئاسة تعود ملكيتها مضمرة السيد علي بن ميل الوهابي. الله وطر الرئاسة اليوم الرئاسة جاهزة للكاس 1200 على خط النهاية لوحة موعد خطير مثير للغاية نصلها في هذه اللحظات. ووطر في المقدمة وزوبعة ترفع راية التهديد تبحث عن الكأس شعار هجر العاصمة خاطف كأس المفتوح يتجه مع زوبعة مشاهدين الكرام اللي بدأت تتسلل وتتغلغل في مقدمة الشوط ملاحقة وطر حاملة الشعار الأحمر القدير هجر الرئاسة. دخول أيضا من القحيدية لهجن الشحانية يا سلام. هجن الشحانية الباحثة عن المزيد من تحقيق الإنجازات مع الذهبي سالم بن فاران المري لكن عودة إلى مقدمة الشوط. الله زوبعة العاصفة مشاهدين الكرام تصفيقنا وينه يا سلام. الكاس الثاني كأس الأصايل المحليات في هذه اللحظات يبدو أن الكاس لزوبعة العاصفة لمؤسسة من أقوى مؤسسات الهجن منذ أن دخلت التاريخ بشعارها بلونها بأسمائها بمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. كأس مميز حاملة رقما غالي على قلوبنا 11 على خدها ورقبتها. زوبعة تعلن اختطاف كأس المحليات هجن الدار والاستثمار الحقيقي أغلى من الين والدولار. يا سلام الله الكأس حمداني للعاصفة كأس المحليات. تهانينا مشاهدينا الأعزاء للمرة الثانية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مالك هجن العاصمة وللواثق حمد بن راشد حمد بن غدير. وطر جاءت ثانيا لهجن الرئاسة. ثالثا وصلت مذيار لهجن الشحانية ضيفة من دولة قطر الشقيقة وأيضا ضيفة من دولة قطر الشقيقة اللي هي القحيدية جاءت في المركز الرابع. المركز الخامس عواصيف لهجن العاصفة. تهانينا يا أبو راشد يا حمدان بن محمد الذهب سيدي سمو الشيخ حمدان خاطف الرموز خاطف الذهبي في الهجن والخيول في كل مكان وزمان في الشتاء والصيف مالك هجن العاصمة. هذه هي مشاهدينا الأعزاء من خطفت كأس المحليات هذه هي من انتزعت كأس المحليات. تهانينا. زوبعة 8:58 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتهانينا لواثق المضمرين بطل الأبطال حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني وطر لهجن الرئاسة وشعارها العملاق. تهانينا والناموس توقيتها لمسافة 6 كيلومترات 9:02 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والمضمر السيد مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثالث وصلت مذيار قادمة مشاهدين الكرام من هجن الشيحانية في دولة قطر الشقيقة مقدمها سالم بن فاران المري. نحترمها ونحترم شعارها الكبير. 9:05 وثلاث أجزاء من الثانية. كانت هكذا أيها الإخوة والأخوات أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء نتائج كأسنا الثاني كأس الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ينطلق قبل قليل شوط ورمز غالي. أترك الزميل سعد بن مطلع العتيبي معلقا على هذا الشوط. شكرا سفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. أيها الحفل الكريم أيها الأخوة المتابعين
الأعزاء أينما كنتم، منذ لحظات قليلة انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الرئيسي، شوط القعدان المفتوح، بعد أن تابعنا منافسات الكورة.